ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير هالموضوع مفاجئ. كيف صار هالشي مهك؟ ما بعرف. كمان أنا ماني مصدقة نهائياً حتى شفت كل شي بعيوني وانصدمت باللي شفته مبارح. خطف نيف، قتل بيدي، هدول الأشخاص يلي فيك تتهميهم. ليكي أنا عم حس إنه الشي يلي صار عقاب إلنا واختبار لصبرنا، بس هيك عيلتنا تدمرت يا مهك. شوريا المسكين ما حدا بيعرف شو الحالة يلي عايش فيها هلأ وحاطينه بالسجن. خالتي بترجاكي مسحي دموعي، انتي لازم تضلي قوية، ما فيكي تستسلمي هلأ لأنه ما في حدا رح يجي حتى يساعدنا أبدا. شوريا هو اللي كان حامينا، بس أعدائنا هن اللي خطفوه هلأ، ونحن ما فينا نتمنى غير إنه يرجع شوريا سالم على هذا البيت بسرعة. كيف بدنا نواجه هدول الناس بدون مساعدة من الشرطة أو أي حدا؟ نحن لازم نلاقي طريقة خالتي، لأنه إذا نحن خبرنا الشرطة ممكن كتير هدول الناس يفكروا أنهم يؤذوا نيف وشوريا بأي وقت بيخطر لهم. حتى إذا قدرنا أنه ننقذ نيف وشوريا منهم بيقدروا يستخدموا البصمات، رح يحطوا كل شي بيصير على أنه شوريا اللي عمله. لازم نخوض المعركة بدون مساعدة، بس كيف؟ شو الطريقة؟ ماني قادرة أنا أفكر مهيك، حاسة إني مو مرتاحة. إيه معك حق أختي، فوتي. أختي كانتا؟ نعم. أنتي شو عم تعملي هون؟ تعالي خلينا نطلع لبرا. كنت عم ساعدة لمهيك شوي وبس. خلص أنا هلأ رح ساعدة. إيه خالتي عن جد، أنتي طلعي وأنا بجيب الفطور. كانتا امشي، منقعد بالصالون. تمام، وهلأ كل شي صار جاهز. مهك شو هاد؟ طلعي. هاد عم بيتمدد. انتو كفوا فطوركن وانا عندي شي مهم ساوي. مهك شو هو؟ ليش هي عم تطلع هيك؟ ومهك طلعت قالت انه عندها شغلة كتير مهمة، في شي مو مزبوط. خالتي شكلك خايفة، في شي مشكلة؟ شو اللي صاير؟ كله منيح؟ اللي ايه شوريا كل شي منيح. بصراحة عندي شغل بالبيت والكل بيكونوا ناطريني، بستأذن. بس يا كانتا على القليلة خلصي فطورك، الفطور أول وجبة وأهم وجبة صح؟ الشخص لازم يفطر وبعدين بيشتغل بنشاط. ايه خلصت فطور، بستأذن، بشوفك بعدين، سلام. خالتي استني أنا بوصلك. ما في داعي ابني، خلص فطورك بروح لحالي. أنا تأخرت، يلا بالإذن. مهك أكيد أنا جاي معك، لازم نطالع شوريا من الحبس، بس أنت وينك هلأ؟
نهال شو اللي عم تعملي؟ بس عم بطوي تيابها لمي هيك. بنتي لازم تديري بالك على طفلك. من امتى انتي صرتي مسؤولة عن هذا الشغل كله؟ خلص عم ساوي شغل البيت، ليش لازم تعملي مشكلة من كل شيء؟ هدول تياب قديمة، انا بدي اتبرع فيهم للايتام. يلا بخاطركن ماشي؟ سلام بابا، سلام ماما. مانسي لوين رايحة نهال؟ بعمري ما فكرت انها تعمل هيك شيء. ما بعرف شو سبب هالتغيير، يا بسبب زوجها او لانها رح تصير ام. حاسستها صارت انضج بكتير. ما هيك؟ لو سمحت احكي شو الخطة. اصبري نهال، رح قلكن اثنيناتكن انتي وخالتي، بس انتي لازم تديري بالك وما يسمع اي حدا بهي القصة ابدا. ماشي؟ يلا روح. أخي ضب لي هدول، بس بدي تليفوني يكون مستعمل. شو في هاد مدام؟ ايه خالتي، خلينا نلتقى بجور دواري بعد 10 دقايق. ايه رح كون هنيك. ما في خيار تاني، أنا لازم أنهي هالمشكلة بشكل حاسم وفوري كمان، وإلا نحن بسبب هالشغلة رح تضل تطلع عنا عقبات تانية. لا لا تخاف أنت، أنا رح أتكفل بكل شيء. أنا ماني عاجز أبدا عن هذا الشيء، بس بدي شوية وقت لحتى أخلص كل هالقصص. هاي ليش طلبت مني انه نلتقي بالزحمه؟ خليكي واقفي. خليكي استني. لك ما عم تنحرر مهك، حدا يطلب الاسعاف. مهك حبيبتي، مهك ساعدونا، بدي مي لو سمحتوا. لك حدا يساعدها مسكينه، حدا عم بيقرب. مهك ردي علي، مهك فتحي عيونك بنتي. مهك كانتا، سمحتي مهك طلع شو صار بمهك. مهك لازم ناخذها على المستشفى وفورا كمان. يلا امشي بسرعه، امشي امشي بسرعة بسرعة. على مهلكم. كانتا خلاص اهدي شوي، كل شي رح يكون منيح. شوفي كانتا قليلي شو صاير. كانتا مهك شو صار لها؟ فهميني شو قال الدكتور؟ قلولي. لسه الدكتور ما قالنا شيء ابدا، لسه هلا دخلوا لجوا، وانا بدي اياكم انتوا الاثنين مع بعضكم تكونوا اقوياء وما تفقدوا الامل ابدا. اكيد بتكون مهك فقدت تم كثير، بس بعرف شخصيتها قديش قويه، هي اكيد رح تتعافى. كيف صارت مهك؟ منيحه منيحه كثير منيحه. لا تخافي رجاء. كانتا كيف صار الحادث؟ الحادث صار. وين مهك؟ خالتي كيف صار هذا الحادث؟ الصبح كانت منيحة، لوين راحت هي؟ لك شوريا،
الأمور راح تكون بخير وكلنا معرضين تصير معنا هيك حوادث. ما اهدى يا ابني خلص. ايه شور يا روق، لازم نتمنى لها تقوم بالسلامة. ما بعرف ليش عم حس انه هاي الأحداث والمعاناة هي اختبار لإلنا. رافي لازم ندير بالنا عليه. أنا هلأ أجيت من المطار، بس أنا ما بدي غير كون مع مهيك اليوم. أنا بتمنى أنه مهيك الطيب بسرعة. إذا حدا لازم يتعاقب على هالشي فهو أنا. ها هي إجا الدكتور، تفضل. هي تعرضت لإصابة كتير قوية بالرأس ولازم لها عمل جراحي، ما فينا نقول أي شي حتى تخلص العملية. بس جاي عبالي اخنقه لحتى يموت. شوريا شوريا ابني وين رايح؟ يا ترى لوين راح هلا؟ خالتي حابب يقعد لحاله شوي، لا تخافي رجاء. مهيك هلا بالمستشفى وحالتها خطيرة كتير. بس إذا هي ماتت هلا أكيد نحن بدنا نخسر العقد لعرس بنت هداك المسؤول. إذا مهيك صار لأي شيء مهمتنا رح تفشل فورا. لازم ننقذ حياتها بأي ثمن، لازم ننقذها من شان تنجح مهمتنا مو أكتر. بعتقد إنه هذا الشخص هو السبب باللي صار لمهيك اليوم. بعتقد عرف إنه مهيك كشفته لهيك عمل هالشي. نحن رح نخسر عقدنا من شان عرس بنته لهداك المسؤول. انت خليك وخبرني بكل شيء. حط ببالك شغلة انه من المستحيل نتخلى عن المهمة تبعنا. ما بيهمني عاشت ولا لا، اذا اضطر الامر نحن رح نجيب واحدة بتشبهها تماما. بس ما رح نرتاح لننجح بالمهمة. نحن كلنا مجبورين بهذا الشيء، ويمكن يلزمنا موظفين من بين هدول الناس اللي قادرين يشتغلوا نفس شغلنا اذا مو احسن. وجود هالشخص خطير، نحنا لازم نقول الحقيقة. بس خالتي انتي شو بدك تخبريهم هلأ؟ كيف رح تقنعي كل هالناس انه هالشخص اللي عايش معنا هلأ مو شوريا وانه هو واحد بيشبهه؟ اذا هالشخص عارف انه الناس صارت بتعرف حقيقته يمكن يأذي لشوريا. لهيك خالتي نحنا ما فينا نعمل مثل هيك خطوة ابدا. لا لا ما فينا ننتظر ليفوت الاوان، ممكن يتعرض حدا تاني من العيلة للأذى او الخطر. انا ما فيني اتحمل اخسر حدا تاني. خالتي تحياتي. تحياتي. ما في وقت، نحن بحاجة موظفة جديدة وبدنا واحدة تكون بتعرف تطبخ مثل مهيك تماما. العقد ما لازم يروح. موظفة جديدة؟ ليش شو صار لمهيك؟ حاضر. هاي وين مهيك؟ انت ليش بدك موظفة غيرها؟ وين مهيك؟ اللي وينها فورا؟ اذا هلأ انت ما بتسكت بدي اعمل اكتر من اللي صار معه. انت شو عملت فيها؟ اللي شو صار معه لمهيك؟ اللي وينها مهيك؟ وينها؟ سكوت. مرتك مهيك بالمستشفى هلأ، كتر الحكي معنا ما بيفيدك. اتمنى انه تصير بخير. اسمعوني بدي خبركن انه مهيك عاشت، بس هي بغيبوبة. دكتور خبرنا شو ممكن يصير بعدين. عن جد انا ما بعرف، بس نحن رح نبذل جهدنا لحتى تصحى. بس يعرف ابي باللي صار مع مهيك رح يزعل كتير. ما فينا نقول لعمي عن يلي صار لأنه ما رح يقدر يتحمل صدمة تانية هيك. منلاقي شي عذر. شوريا خلص لا تخاف ابني، وأكيد مهيك رح تكون بخير. هي ما رح تستسلم، شخصيتها قوية. اسمعني أنا بأكد لك إنه رح تقوم من هي المحنة. دكتور دكتور لو سمحت ممكن شوف مهيك لو سمحت. ماشي دكتور. ما فينا نشوفها ولو مرة واحدة. ماشي بس ما بيصير يدخل أكتر من اثنين. ماشي. خالتي تعالي. بالإذن.
مهيك اسمعيني، أنا ما فيني أعمل أي شيء، رجاءً اصحي لا تتركيني، مهيك رجاءً اصحي، رجاءً. بس نبضات قلبها كتير ضعيفة. شوريا كيف بنتي مهيك؟ صارت أحسن مو هيك؟ شو رأيك تحكي وبسرعة كيف صارت مهيك؟ دولي ليش عم يتصرف بهذا الشكل الغريب؟ وحتى أنه ما عذب حاله واساني أو حتى ضمني ليش؟ أختي يمكن لأنه خايف كتير. شوري عم يمرق بوقت صعب كتير، إذا أنا وأنتي مزعوجين كتير تخيلي هو شو بيكون حاسس. وهلأ نحن اتنين لازم ندير بالنا على شوري ومهيك. طول يا أخي بعدوه. روح شوي. وقت كان بدنا انه مهيك تموت مو بس نفدت من الحادثة، هي انقذت اشخاص تانيين ودخلت بغيبوبة. هلأ هالبنت وعيلتها عم يصعبوا علي الامور وكل شي عم يفشل بسببهم. مهيك بغيبوبة؟ ليك اسمعني شوي أرمان، أنت خليت مهك وعيلتي كلياتها تعاني كتير، وإلا ما يجي شي يوم وخليكن كلياتكن تدفعوا الثمن. بتعرف ليش عم تجيك مشكلة ورا التانية؟ بتعرف ليش؟ لأنه نواياك سيئة، نواياك وأهدافك سيئة ومو نظيفة أبداً. فهمني انت ليش عم تعصب هيك وتضيع وقتك وجهدك عليه؟ اهدى شوي، لازم نفكر بالخطوة الجاية. خطتك بعمرها ما رح تنجح لانه هي محكومة بالفشل. ما رح تنجح ومحكوم عليها بالفشل. اتركوني. لو كانت خطتنا سهلة مثل مو متخيل فكان من الطبيعي انه اي شخص عادي يقدر يساويها، بس خطتنا كتير صعبة، لا تتخيل ابدا ممكن تتنفذ بسهولة، لهيك انا وياك عم نشرف عليها شخصيا، وهلأ لازم نجيب موظفة جديدة وتحل محل مهيك وكمان تكون قادرة تمشي بخطتنا وللآخر. ما بيهمني إذا عاشت أو لا، ما فينا نتخلى عن عمليتنا، نحن كمان عم ندرب ناس بمكانها حتى يكونوا طباخين أحسن بكتير من مرتك مهيك. مستحيل أتوقع تعاطف أو رحمة من هالناس، بيستحقوا عقوبات. بتمنى أرجع قوي لحتى أقدر حاربهم وبس. أنتوا صار لازم تروحوا على البيت، مانسي بتكون ما نامت الليل، رح ضلني هون. لا جيفان، أنا ونهار رح نضل هون، انت روح هلا ولازم تفكر بشي عذر. قول لعمي انه نحنا ضلينا برا مع مهيك لانه عنا شوية شغل. يسلم كانتا، نحنا كتير ممنونين إلك. كانتا شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شكرا رتان، انت انقذت حياتها لمهيك. يا جيفان لا تحرجني بهذا الحكي، انا كنت هنيك موجود بالصدفة، كنت مجرد وسيلة. رح أقول لك بس شغلة واحدة، نحن أكيد رح نضل واقفين جنب بعض ولآخر العمر. شكرا. تمام نمشي؟ ايه يلا تفضل. تفضل.
بدي ضل لحالي شوي، رجاء فهميني. ليش لهلأ ما أجوا المرشحين لهون؟ أرمان، وصلوا البنات. تفضلوا. خدون على المطبخ. تعال. وإذا ما أجت آخر بنت خليون يبلشوا ورح نختار من هدول. في حدا دق الباب، شكلها البنت اللي متأخرة. تحياتي. تحياتي إليك. أنا ناهدة. أنا هون يا شوري. هلأ صار الوقت لأنقذك من بين إيدين هدول الناس. أرمان متنكر بس مشان يحقق أهدافه، وأنا رح أتغلب عليه من خلال لعبة التنكر. أنا ناهدة إجيت لحتى شارك معكم بهالمهمة، وإلي الفخر إني شارك معكم. بس ليش حاسس شكله مألوف؟ معقول يكون عرفها لمهيك؟ شو بيعني اسمك يا ناهدة؟ ناهدة يعني الشخص اللي كتير محبوب. الأشخاص اللي منحبهم بالعادة بتنتهي حياتهم بالموت. من وين انتي؟ وشو قصتك يا ناهدة؟ انا من منطقة جبال سلطان أبور، وعشت حياة سعيدة مع اهلي وكتير حلوة. من زمان ابي كان بده ياني اتزوج، بس بهديك الظروف انقتل ابي ونحنا ما قدرنا انه ننقذه، وهيك خسرت ابي. وبسبب هالشي والدتي صارت مريضة وتعبت كتير، وأنا صرفت كتير أموالها على علاجها، بس للأسف ماتت بعد فترة. وهلأ عم أسعى للانتقام من الناس يلي قتلوا أهلي وأخدوهم مني، وبعدين بدي إلحق أبي وأمي وروح لحتى موت فوراً. هدفك رح يتحقق أكيد، كوني مستعدة. أبا جان، تفضل. أنا عملت كل شيء مثل ما حضرتك قلت. تفضل.
يا ناهدة. نعم. تعرفي شو اللي لازم؟ أكيد. بلشي بالتحضيرات. خدع المطبخ. تعالي. لا تقلق. شوريا، هالصبغة الحمراء اللي على وشي وطوق الزواج اللي بإيدي مو للزينة، هنن شخصيتي. بس اليوم ما لازم ضل لابسي هدول الشغلات، لأنه المعركة صارت ببيوتنا. أنا جاي لعندك لحتى ساعدك يا شوريا. أنا اهتميت بكل شيء ورح ننفذ المهمة. ما تاكلها، كل شيء رح يكون تمام. يلي طبخها أحسن هي اللي رح تشارك بالمهمة. شو في مهيك؟ كل شي منيح؟ ما في شي منيح، بدي مساعدتك. بشو بدي ساعدك؟ إندر؟ مهيك؟ هذا بيكون مرحبا. ابن أخي إندر، هو دكتور، هو شخص منيح. مهيك؟ مهيك؟ فتحي عيونك بنتي. أنا بعتذر لأني عم حطك بهالمواقف، بس لازم وضروري خلي الناس كلها تفكر أنه أنا تعرضت لهالحادث. اسمعوني، بدي خبركن أنه مهيك عاشت، بس هي بغيبوبة، بس نحن رح نبذل جهدنا لحتى تصحى. بنتي مهيك، إذا اضطر الأمر إندر رح يعطيكي وقت إبرة، رح تنزل معدل ضربات القلب عندك. مهيك ما بتطبخ إلا أكل نباتي. كل واحدة منكن رح تجهز أكلتين، واللي رح يكون طبخة أطيب رح نختاره فورا. حاسة إنه لازم احكي مع مهيك تليفون. لا خالتي، ما فينا نخاطر، مهيك متنكرة هلأ، بس ما بتقدر تحكي على التليفون، ولازم نركز منيح على مهمتنا نحنا، ماشي؟ ها ليكو إجا عمي راتان. خبرنا شو عملتوا بنهيدا الحقيقية؟ ما تخافي، ما في داعي إنه تخافي أبداً. صدقيني نهال، أنا وقت قابلتها عملت حالي مساعد أباجان، وقلت لها أنه أباجان بعت لها تعليمات جديدة، وقلت لها كمان ما تطلع من البيت لحتى نحن الثلاثة إلا أنه تطلع منه. حلو. نهال بكرها الاحتفال، لسه الطريق طويل. خالتي رح نكسب إذا منضل مركزين. إيه صح،
حالياً قدرنا على ناهيدا الحقيقية، وهلأ بديلتها يلي هي مهك لازم تساعدنا. شبك كانتا؟ طولي بالك لأنه أنا متأكد أنه رح تنجح. طبعاً بتمنى أكيد رح يختاروا مهك. أنا ما بدي غير أنه الظروف تساعدنا ونخلص. هي مو بندورة، هي بتكون فاكهة غريبة. تعرفي شو هاي؟ إذا فعلاً كنتي من بلدنا لازم تكوني ربيانة وأنتي عم تاكليها، لازم تكوني بتعرفيها منيح. معقول بلش يشك فيني؟ خير شو في يا أبا جان؟ بس يعني كيف أنت مو شايفة هالفواكه من قبل بحياتك كلها؟ بترجعكي ما تغلطي، بتمنى ما يكشفوها. طيب الأكل. يلا يا كانتا جربولي هالصحن الحار اللي معمول بالسمن الطبيعي، خدو. انت شو عم تعمل؟ ما رح نقدر نخلصه. خلصنا بقى، جربوا هالأكلة. مهك يلا. الرقم مو معروف. ألو، شو في كانتا؟ خالتي. بس قليلي شو صار؟ كورونا بالمشفى هلأ، هي راحت لحتى تشوف مهك. شو الحل؟ أنا لهلأ ناطر جواب منك. أنا سألتك سؤال من شوي، يلا جاوبيني. يابانية. كيف بدي أقول لمهك؟ يابانية، فاكهة يابانية. في شيء أهم من إنه تجاوبيني على سؤالي؟ إذا أنا لازم أشغلهم عني. عندك شك بصدق أنتي ما إله المهمة؟ أنا مو جاية لهون لحتى ضيع وقتي ولا حتى أتعرض للإهانة. أي وقت بتكوني عم تطبخي لازم تخلي عينك على النار، هي أول قاعدة بالطبخ. انت مفكر انه بس الرجال عندهم تفاني وولاء لمهمتهم والستات ما فيهم يكونوا مخلصين لهي المهمة؟ ليش هيك عم يعمل بعيونه؟ ياباني انا اعدائي قتلوا أبي وكانوا السبب الرئيسي بكل شي صار، حتى هن المسؤولين عن موت والدتي، وانتو ما عم تفهموا معاناتي، بدكن بس تختبروني وشاكين بنيتي كمان. انتوا اثبتوا انه نحنا مجرد وسيله لإلكن، بتخلونا نموت مشان تحققوا مصالحكن انتوا بس، وبتنسبوا الفضل لحالكن انتوا.
يابانية بتصير عصير. شو بيجبرني اثبت لكم اي شيء؟ لك هي يابانية، انا واثقة اني قد هالمهمة. يابانية 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 هيك؟ ما رح خلي الشك تبعكن يأثر علي ابدا، وما رح تقدروا انكم تخوفوني. يابانية يابانية تفاكها يابانية 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 يابانية. قبل ما تروحوا رح قلكن شو هي هالفاكهة يابانية. بكفي بكفي لهون، خلصنا. أبا جان مبين عليك من وشك إنه مشكلتك معي مو مع ناهدة، أنت شاكك فيني وعم تعصب عليهم. هالقصة لازم تنتهي هون، الكل يرجع على شغله. بس حالة مهيك حرجة كتير، ما فيكن تشوفوها أبداً هلأ، عم نساوي لها اختبارات وفحوصات، يعني ما فيكن تجوا لهون وتتوقعوا خليكن تدخلوا لعندها بهالبساطة هي. دكتور بس اسمعني لحظة، نحن ما بدنا نشوفها غير كم دقيقة لنطمن. بس دقيقتين مو أكتر، تفضلوا الحقوني. يلا لحظة، ممنوع تدخلي لهون لأنه الغرفة تعقمت. كانت بترجاكي ما تخافي لأنه مهيك رح تكوني بخير. تعالي تعالي معي يلا. طيب الأكل. إيه طيب. من الواضح إنه عنا رابحة، برأيي الأكل اللي عملته ناهدة أطيب أكل. ناهدة أو أفرين، أنتوا كان شغلكم كتير منيح بس لسه عندكم فرصة لبكرة. المهمة الثانية بكرة الصباح. إمتى رح تنتهي هالاختبارات؟ وإمتى رح أقدر أمشي بخطتي؟ أبا جان، أنت ما عم توافق على قراراتي. فشلك هو السبب بهذا الشيء. وضحت من قبل أنه أنا قائد هاي العملية، وأنا في عندي شك بناهدة، لهيك أنا بفضل أفرين. بس أبا جان، بس Thank you.
مهيك. انتي ما لازم تبكي بسببهم، خليكي قوية. أنا بس عم أبكي لأنك هون. ما هيك أنا كتير خايف، خاطفيني أنا ونيف. وهلأ أنتي معنا. كيف بدي خليهم يوثقوا فيني يا شوريا؟ في طريقة. حدا منكم يساعدني، السجين عم يحاول يهرب. شوفي ليش هيك صار؟ شبكن يا شباب، جيب الشنطات الأولية، رد علينا، ارفع راسك وشيل ايدك. هو راح من هذا الطريق. خلص مسكناه. اتركوني روح هلأ، فيكن تجيبوني لهون مرة تانية يا شباب. أنا بدي روح، بدي روح على بيتي. بترجاكم خلوني روح على بيتي، تركوني روح على البيت. خلاص. ايه أبا جان، اللي لسه عندك شك بناهدة؟ أنا غلطت باختياري لناليني، بس ما بكرر أخطائي أبدا، وأنت بتعرف هالشي منيح. كمان ناهدة في معها حق بحقها، ما في داعي إذا ما رح تدعم قراراتي كون نائبك بكل هالعملية أصلا. ماشي، بس هالمرة بدي كل شي يكون منيح. رح أشرح لك بالتفصيل شو لازم تعملي. خلاص خدوه لجوا.